اهلا بكم عميد المنتخب المغربي غانم. كونغراتوليشن. ات واز تهانينا. كان غايه في الصعوبه قبل بدايه هي من افضل المنتخبات في افريقيا. لذا كنا نعرف قبل هذه المباراه كان علينا ان نقاتل وبعد ذلك بامكاننا ان نلعب، وهذا ما فعلناه اليوم. وانا فخور جدا بهذا الفريق، جميع اللاعبين قدموا اداء جيد ولعبوا بروح قويه وبعقليه وبتصرف جيد للمنافسة والتقدم والذهاب بعيدا.